التقرير التالي يتحدث عن الفتح ونشوة الصدارة قبل العربية. الفتح فريق جاء ليطل فغلب الكل. فمنذ صعوده لدور الأضواء وفي أول موسم له وصف بأنه الحصان الأسود، واستمر مستواه على مدى 5 سنوات في تصاعد تدريجي حتى وصل في موسمه الحالي بأن يتربع على الصدارة ويقسم ظهر الهلال بثنائية ويضع حداً لأرقام الشباب القياسية برباعية ويحقق فوزاً على التعاون لأول مرة. حارس مرمى لا يغفل عن شاردة ولا واردة، ودفاع صلب متماسك لا يلين أمام أي هجوم كائنا من كان، وخط وسط ناري ومتفاهم يمثل حلقة ربط بين أجزاء الفريق، وهجوم ضارب ليس في قلبه رحمة على أي مرمى. وفوق ذلك كله جهاز تدريبي متمكن ومستقر، حطم أرقاماً قياسية وكذب معتقدات سائدة من أن المدرب العربي ليس بيده الحل. والخلاصة من ذلك كله فريق متصدر لدور زين رغم كل الصعوبات التي تواجهه. فالفتح لا يحظى بملايين ولا خبرة ولا تاريخ ولا أجندة الأندية الأخرى، ومع ذلك يجندلها في الملعب فريقاً تلو الآخر. فهنيئاً لدور زين تواجد مثل هذا الفريق البطل، وكل الدعوات بالتوفيق للمتصدر الفتح في البطولة العربية. بدر الفايز، كورة. سلمان، الفتح يستحق ما حصل عليه حقيقة، ونتمنى له الاستمرار. رباعي أجنبي مميز، استقرار فني بتواجد الفتح الجبال من سنوات، إدارة واعية هادئة، يعني حتى بعد الانتصارات المميزة ما ظهروا أن نحقق الدوري، وخلافه من هالتصريحات الرنانة. هدوء، احنا نبحث عن المنافسة، نبحث عن الدخول في كأس الأبطال، نبحث عن التأهل لدوري أبطال آسيا، وهذا هو المنطقية والواقعية. بركة، فريق يستحق التقدير صراحة. من العام الماضي هو قدم مستويات مميزة، السنة هذه افتتح الدوري لعب قدام النصر، قدام الهلال، استطاع أن يفوز على الهلال وعلى الشباب في الرياض خارج أرضه. الآن 16 نقطة في 6 مباريات، يتقدم يعني على الأندية كلها، تصدر الدوري، تصدر مستحق. استقرار زي ما تفضل أبو مشاري، نهج إداري مميز صراحة، تعامل راقي. أتمنى إن شاء الله أنه ما يأثر عليه الموقف الأخير بسبب التأجيلات، يعني ما حاول يدخل في دوامة الاختلافات الموجودة ودائرة الاتهامات، سحب نفسه على طول الفتح مع أنه كان من حقه أنه يستجاب لرغبته أسوة بغيره. أتمنى التوفيق في الدوري المحلي، ولا تؤثر عليه مشاركة الخارجية على نتائج الموجودة، وأن يوفق في مشواره المحلي والخارجي. الله كريم.